والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميع. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نحكي في واحدة من الميثودز الجميلة خالص، الميثود اللي معنا اسمها ريبليس. ريبليس ديت من الواضح إنه من اسمها جماعة إنها بتبدل قيمة بقيمة تانية، فهي ليها خلينا نقول مبدئيا يعني اللي احنا هنتعامل معاها اثنين برامتر. القيمة الأساسية، البرامتر الأولاني بيكون القيمة الأساسية اللي انت عايز تبدلها اللي هي موجودة في السترينج، وبعدين البرامتر الثاني بيكون القيمة اللي انت عايز تبدلها بيها. مثلا عندنا سؤال بيقول please visit microsoft بتاع W3 schools. لو انا عايز ابدل مثلا مايكروسوفت هحطها في اول برامتر ما بين دبل كوتس، انت عارفنا عشان سترينج. وهاخد الكومة عشان افصل ما بين الاثنين برامتر، واحط بقى الكلمة اللي انا عايز ابدلها. مثلا انا هقول كلمة مي، فكلمة مي هتبدل كلمة مايكروسوفت في فين؟ هتبدل كلمة مايكروسوفت في السترينج اللي فوق ده. لو انا عملت كنترول اس هلاقيها بقت بليز فيزيت مي. انا عندي مجموعة من التحفظات، يعني او مش اقصد مجموعة من التحفظات، القصد منها يا جماعة انها الطريقة دي وان بدأ للظاهر انها كده بسيطة، لكن اكشلي في مكتبات ام دي ان، في مكتبات مايكروسوفت، في مكتبات موزيلا عامل فيها شغل جدا 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 قوي، وبيقول لك ان هي ليها برامترز كتير، لكن في الغالب الكلام كله بيتكلم عن عن فانكشن ريبليسمنت ونيو سب سترينج ريبليسمنت وباترن ريبليسمنت وريجولار اكسبريشن ريبليسمنت. الكلام يعني في دوال وفي في نقط جدا كتيره احنا ما اتكلمناش عنها، فمش راح ينفع نتعمق في جمله ريبليس او الميثود ريبليس من غير ما نفهم يعني ايه باترن ويعني ايه ريجولار اكسبريشن والكلام الجميل ده. وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله ببساطه الحديث عنه، لكن في سيشنز متقدمه قدام ان شاء الله باذن الله، فمش بعيد تلاقي المفاهيم ديت بنحاول نعيدها مره ثانيه، او بنحاول ناكد عليها، او بنحاول نلمها في فيديو واحد، او بنحاول نمشي فيها ان ديبث شويه. ده مجرد بس زي هنت بسيط عن ريبليس. في نقطة بسيطة برضو في عايزين نقولها في replacement في W3 schools، بيقول يا جماعة انها للأسف بتبدل first function بس. يعني لو انا قلت مثلا مايكروسوفت كنترول سي كمان مرة مايكروسوفت وعملت كنترول اس ورجعت للدوكيومنت بتاعي هلاقي ان مي موجودة بط مايكروسوفت التانية موجودة، وده من ضمن النقط اللي محتاجة كنترول شوية في جملة replacement. واكيد طبعا جافا سكريبت يعني ايه ليها حلول كتيرة للأمور دي يقينا يعني، بس الكلام ده انت ممكن تلاقي له اكتر من حل بعدين. بالريجولار اكسبريشن ممكن تنفذ اللي انت عايزه، وفي ميثودز كتيرة بتحاول تنفذ لك امور مختلفة، وفي الغالب موضوع ريجولار اكسبريشن ده موضوع جدا قوي وجدا راح تعمل بيه شغل رائع. ده اللي احنا حابين نأثره. والنقطة الأخيرة يا جماعة انها كيس سنسيف، يعني انا كده حرف ال ام سمول في مايكروسوفت ورجعت الدوكيومنت هلاقي كلمه مايكروسوفت موجوده، هلاقي بس كلمه مايكروسوفت الثانيه اتبدلت عشان حرف الام كابيتال فيها. لو انا خليت الام سمول عملت كنترول اس هلاقي ان مايكروسوفت ما في شيء بدل اني ده طبعا كابيتال لوك، ودي سمول لوك، ودي سمول لوك في كيس سنسيتيف. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.